عليه أجمعين. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نتمنى الله سبحانه وتعالى تكونوا بخير وعلى خير. حنا كنتواجدوا في مدينة الرباط حي بغداد، غادي نصوروا لكم واحد الشقة طبق ثاني اللي المساحة ديالها 125 متر. أهلا وسهلا بكم إخواني الكرام، نكتشفوا هذه الشقة كاملين ومرحبا، والله يسهل الأمور للجميع. بسم الله على بركة الله، بسم الله على بركة الله. الدخلة هي هذه إخواني الكرام كما كتلاحظوا، هنا كاين قاعة صالة أوفيرت كما قلنا حي أقدال. المساحة ديالها 125 متر، عندها هاد الشيمين، هذا شقة جديدة مصلوحة مزيان طبعا. هنا عندها هاد بلاصت كليماتيزي، وكتشوف الزنقة والشارع الرئيسي هو هذاك الدخول الكرام كما قلنا حي أبدال قرب قاعة نياسي. كرر إخواني الكرام، المساحة ديالها 125، شقة جديدة طبق ثاني طبعا، كاين لاسانسور، شقة روعة ممتازة. حنا غادي نكتشفوها كاملين إخواني الكرام، كما قلنا هذه صالة مع الدخلة، هنا كاين هاد البلاصة هذه بحال السيجور. هنا كاين بيت نعاس ولا بيت يستغلو الانسان تا هو الشجر ديالو كيشوف الشارع، وهنا كاين حمام. كون لي بلاكار المرايا ديالو كما كتلاحظو إخواني الكرام. اهلا وسهلا بكم، كما قلنا المساحه ديالها 125، طبق ثاني دوزيام ايطاج، كاين لاسانسور، وهنا كاين دوش. هنا كاين بلاكار ديال الحوايج، طبعا اللي مات بالموضوع اخوان الكرام وبغى يدير الزياره ديالو لعين المكان اهلا وسهلا به. وهذا حمام ودش طبعا بانيو ديالو، شقه روعه ممتازه. هنا كاين بيت، وهنا كاين بيت هو ان عندها دو فصاد، هذا بحال بيت الناس هنايا كيشوف العمارات كما كتلاحظوا اخوان الكرام، مصبوغه مزيان يعني جديده ما ابيهاش كما كنقولوا، اللي عطى الله انتم كتشوفوا. هذا بيت الناس هنا اللي قلنا المساحه ديالها 125، يعني 3 شامبر كوزينه حمام. فين كاينه الكوزينه هنايا؟ كوزينه فين كاينه؟ فين؟ داكوغ، يعني 3 شامبر، جوج حمامات وكوزينه وحمام. هذه كوزينه كما كتلاحظوا الاخوان الكرام، هذه واش فاترينه ولا ثلاجه؟ لا فاترينا ماشي تلاجة، دايرة كشكل ديال تلاجة.
هذه لا كوزين اكيبي، انا كوزين اكيبي. البلاكار الكبيره ديالها يعني شقه جديده، ما عمرها كيبان ليا تسكنت، يعني بقى كلشي جديد طبعا. حتى هي كتشوف الشرق مهويه ومشمشه الكوزينه، عندها هاد كوان هنايا في كاين شوفوا كما كتلاحظوا اخوان الكرام، حتى هو عنده ان كوزينه كبيره ومشمشه تبارك الله. قلنا الثمن غتلقاوه على الوصف ديال الفيديو، ثمن ممتاز طبعا قابل للتفاوض مع صاحب الشقه. هذه هي الكوزينه من زاويه واحده اخرى، يعني اكيبي. يعني شومبر دو شومبر، كوزينه، جوج الحمامات، تروا شومبر و صالون، يعني ثلاثه ديال لي شومبر و صالون. حي اكدال قريبة قاعه ياسين. وهذه الشومبر الرئيسي اللي كيشوف الشارع. هذه هنا إخواني الكرام نودعكم وأقول لكم طبتم أينما كنتم، غفر الله لنا ولكم إلى عقار آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلى عقار آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.